السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. دعا جمعرات کے دن یہ 6 دعائیں ضرور پڑھیں. دعا نمبر 1 یا ارحم الراحمین. نمبر 2 ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نمبر 3 انت خير الرازقين. نمبر 4 لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. نمبر 5 ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نمبر 6 ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا فقنا عذاب النار. اللہ تعالی ہم سب کو ان دعاؤں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جو مسلمان بھائی اور بہن دیکھ کر پڑھ نہیں سکتے وہ سبھی لوگ میرے ساتھ دہرائیں, میں آپ کو کچھ دفعہ دہرا کر دکھاؤں گا. دعا نمبر 1 یا ارحم الراحمین. نمبر 2 ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نمبر 3 انت خير الرازقين. نمبر 4 لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. نمبر 5 ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نمبر 6 ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. دعا نمبر 1 يا أرحم الراحمين. نمبر 2 ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لتكونن من الخاسرين. نمبر 3 أنت خير الرازقين. نمبر 4 لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نمبر 5 ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة فقنا عذاب النار. نمبر 6 ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللہ تعالی ہم سب کو ان دعاؤں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. مزید اسی طرح کے اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے اگر آپ نے ابھی تک چینل زمان ملک کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں. جزاک اللہ. شکریہ.